بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جايب لكم بقى ماسك او معلقه. معلقه واحده هتفرق معاكم كتير. المكون ده بيخترق مسام الجلد. هو ايه بقى؟ دي معلقه زبادي، اوكي، وهنجيب زبده فول السوداني. ايوه، زبده فول السوداني دي انا عاملاها في البيت بطريقه صحيه، وحط عليها عسل عشان اللي عايز ياكل منها ما تبقى مفيش فيها ضرر. يعني في فيديو انا شرحه فيه ازاي نعمل زبده فول السوداني بطريقه صحيه، ما نشتريهاش جاهزه من بره. طيب هنعمل ايه عشان ما نطولش؟ انا بحط ليه الزبادي؟ اولا الزبادي مغذي ومرطب. زبده فول السوداني روعه روعه، تحفه. يعني بعد ما بتحطيها 5 دقايق او 10 دقايق زي ما انت عايزه تسيبيها لغايه ما تنشف، مش مشكله. بتحسي ان بشرتك كانها منفوخه، كانك عامله فيلر، كانك تحسي انها طريه. اولا بعد ما تغسلوا وشكوا، ما تغسلوش وشكوا بصابون، بميه بس، سيبوا اثار الزبده نفسها على بشرتكم، هتفرق معاكوا كتير. بتخترق الجلد، عارفين يعني جلد البشرة. حطيها على وشك، ما عدا تحت عينينا طبعا، على شفايفك، على رقبتك. وطبعا الرجالة مش ممكن يعملوا الماسكات عادي، مش حكر على الستات. وما تنسوش التلج بعد ما نغسل وشنا بالمية. واشوفكم في فيديو جديد ومعلومة مفيدة ان شاء الله.